ازيكم؟ درس النهاردة هيكون بيتكلم عن البورتريه، وهنرسم شخصية البروفيسور من مسلسل ذا كاس دي بابل. طيب، كبداية هنبدأ ان احنا اول جزء ان احنا هنشتغل عليه في السكتش بتاعنا هيكون هو النظارة. فهبدأ ان انا نتأكد كويس قوي ان الفرش بتاعتنا نظيفة، في نفس الوقت ان انا معايا سكيز جانبي بجرب فيه كل الحاجات. بعد كده هبدأ ان انا بنفس النمط الآتي ده هبدأ ان انا اضيف كل التفاصيل في النظارة. هنستخدم طبعا درجة من درجات البلاك، هبدأ ان انا احدد وابدأ ان انا ابلند ونتابع كل الخطوات لحد ما نخلص الجزء بتاع الايه النظارة. بعد ما خلصنا جزء بقى الشغل في النظار هنبدأ ان انا ادي التفاصيل بتاعة الفم او البق بتاع البروفيسور. هبدأ بنفس النمط الاتي ده كده هضيف اجزاء. ضروري جدا ان انا ما افرش تون في الووتر كالر، يعني انا ما اجيش ادي مساحة لون كاملة بعد كده ابدأ ان انا اشتغل. ليه؟ لان الهايلايت او الاماكن اللي بتكون ما وصلهاش اللون او الاضاءات اللي ما وصلهاش اللون دي بتدي ريفلكت حلو جدا وبتوضح الايه القوة بتاعة روح الايه الاكل. طبعا الفرشة لو قطعت معانا ده معناه ان هي محتاجة قدر خفيف جدا من الميه. بعد ما ضفنا الاجزاء على ما باقي الفم يبدا انه ينشف هبدا ان انا اضيف طبقات خفيفه في الوش. بعد كده هبدا ان انا ارجع اشتغل داركر فاليوز اكتر عشان ادي التجسيد الاساسي، وده يعتبر كويك سكتش مش سكتش بالتفاصيل بتاعته، لان احنا زي ما قلنا احنا هنبدا ان احنا نكون ماشيين من مشاريع صعبه لمشاريع من مشاريع سهله لمشاريع اصعب فاصعب في ايه فأصعب، يعني متدرجة الايه الصعوبة زي البورتريه اللي هيكون موجود في السكشن الجاي.
هبدأ ان انا ابدأ ان انا اضيف التفاصيل بقى او الباك جراوند بتاعت الوش الاساسي للبروفيسور. فهبدأ ان انا اشتغل نفس النمط الاتي ده كده. هبدأ ان انا اخد فرشة شعر سنجاب وابدأ ان انا افرش بيها، ان هي بتفرش طبعا مساحات واسعة، فهتساعدني كتير ان انا اكون افرش التونز الاساسية اللي انا محتاج ان انا احطها في الشكل اللي انا هكون ايه شغال عليه. تابع. دايما لما اجي ابدا بالعين فانا ببدا بالبقره الصغيره بتاعه الايه العين، ببدا ان انا احددها، بعد كده ادي القرنيه بتاعه العين، ابدا ان انا اديها، اشوف نوع الريفليكشن اللي انا اعمله في العين، هل هو شكل مربع، هل هو شكل عضوي، هل هو دايرتين، على حسب السفير اللي موجوده في الشكل. بعد كده بجيب البلندر، ببدا ان انا اسيح الاطراف. لو انا عايز ادي لون محدد هبدا ان انا اديه، بس ضروري جدا ان انا اعمل الموضوع ده ببساطه. طبعا لو السكتش موجود على حاجه اكبر من A4 فهيكون معايا قدره ان انا اضيف تفاصيل اكتر من اللي انا اكون موجوده معايا دلوقتي او اللي انا ايه بكون شغال عليه. بعد كده ببدا ان انا بعد ما اخلص القرنيه ببدا ان انا اشتغل في العين، احدد الشكل كله، ابدا ان انا ادي values، استخدم البلندر من وقت للتاني عشان ادي الجزء بتاع التسيح اللي انا عايز ايه استخدمه او عايز ان انا ايه اشتغل عليه في السكتش.
هبدأ بقى ان انا ادي تونات خفيفة جدا، او زي تحضير اولي كده هيكون موجود للشعر. احنا مش هنرسم الشعر المرة دي هنا بتفاصيل، بالعكس احنا هندي فيدنج للووتر كلر، بس حاجة بس تكون معبرة عن الشعر، بحيث ان هو زي ما قلت لكم في الاول ده كويك سكتش مش سكتش بتفاصيل كاملة، فاحنا مش عايزين نكون حاطين فيه ايه قدر اللي هو انت عايز ترسم حاجة مثلا موجودة كترندنج او حاجة، مش عايز تدي لوحة كاملة او غيره، فانت بتبدأ ان انت تستخدم يعني تكنيكس اسرع من غير تفاصيل. طيب بعد كده هنبدأ ان احنا نضيف التفاصيل او التحضير الاساسي للدقن والشعر بتاع الشنب. زي ما انتم شايفين كده انا بطلع بالفرشة حركة طالعة نازلة لفوق، بحيث انها تديني بقدر الامكان التكسير، وفي نفس الوقت انت الحركة دي هتبدأ انت تعيدها اكتر من مرة حسب قدر التفاصيل اللي انت عايزه. يعني انت لو هتستخدم فرشه صغيره جدا او فرشه كبيره هتبدا ان انت تعيد نفس الحركه دي بكميه كبيره جدا، بحيث ان انت تبدا توضح التفاصيل اكتر اللي موجوده في السكتش اللي انت شغال عليه. متابع؟ في الأنف بقى يعني بيكون دايما في تداخل ما بين مثلا درجات زي الأصفر، درجات الأحمر أو درجات البينك الفاتحة مع بعض الدرجات. ممكن نستخدم مثلا بنيات، ممكن تستخدم درجات من الأورنج، يعني عندك الربيع واسعة جدا، انت ممكن تستخدمها في التجسيد بتاع الانف في اكتر من حاجة. ضروري جدا تستخدم بلندر ما يكونش فيه مناطق يعني فيها تكدس كبير قوي من اللون ومناطق تانية يكون فاتحة، لا لازم يكون في برضو فيدنج او تدريج موجود في الشكل، بحيث ان هو يعبر لك عن الحاجة اللي انت عايز ايه تظهر.
في المنطقة برضو بتاعة الشنب هنبدأ بقى ان انا ارسم شعيرات بنفس النمط اللي ده كده عشان تبدأ ان هي تديني تجسيد اكتر للشنب وفي نفس الوقت الدقن اللي موجودة في السكتش اللي انا ايه شغال عليه، بحيث برضو ان هي يعني توضح تفاصيل اكتر شوية، مش مجرد بس ان هو تكون اللوحة عامة او التفاصيل فيها مش واضحة. فابدأ ان انا اتابع بقى كل الاضافات دي.
اللي هنسد لك خير انا هدي الشعر، بس انا هوضح الاتجاه بتاع الشعر هو موجود فين، وهدي داركر فاليوز بس في الاماكن اللي انا شايفها من الريفرنس اللي انا هكون شغال عليه، بحيث بس ان هي تديني بس تجسيد ان دي منطقة بس شعر، مش عايزين نضيف فيها تفاصيل كتير او ناخد وقت كتير في الرسم بتاع التفاصيل دي. وضروري جدا وانت بعد ما تخلص تورينا النتيجة بتاعتك، تنشرها على جروب التدريب الصيفي عشان لو في اي تعديل نقول لك على التعديل اللي موجود.